بس اللي عم يشتم استاذ وعد هذا غلطان، يشتم جاره اللي يتقرب الى الله في سبب من المؤمنين. والله لو ظفرت به لاكلت كبده كما علمتنا جدتنا هند كيف ناكل اكباد اعدائنا. لا اله الا الله. هذا المجرم هذا القريشي هذا ابن ابو لهب يشتم جارك العمير القريشي هذا الذي يتقرب الى الله بسبب من المؤمنين. هذا تعلمنا من جدتنا هند كيف ناكل كبده، لو ظفرت به لاكلت كبده. هذا المجرم الديوس يتقرب الى الله بسبب من المؤمنين، لعنه الله. زين لحظه معاويه بس لحظه خلي اجاوبك على اولا بالنسبه لامير القريشي، بالنسبه لي المفروض انت هذا كلامك هو خوف من امير القريشي. اي واحد يسمعك الان يقول انك تخاف من امير القريشي، ليش؟ لان اذا ذهبت الى امير القريشي فماذا يصنع؟ يستخرج لك الكتاب السني ويقول لك هذه الرواية موجودة في الكتاب السني، واذا كنت تخاف منه ومن مواجهته فتأتي تشتمه وتنال منه هنا. واضح؟ انت لو كانت فيك ذرة من الشجاعة تذهب اليه وتحاكمه، لا انا على منهج امير القريشي ولا خطه ولا اسمعه ولا اعرف، ولا انا على منهج الشتم ولا على منهج السب. انا شو دخلي في الموضوع؟ انتم ملاحظين اخواني المصايب؟ لا انا اتبع اساليب الاخرين ولا انا مثل الاخرين، وتيجي كلها علشان يخربون هذا البرنامج وهذا البث. عندك مشكله مع امير القريشي، اذهب معه، لأنك تخاف منه ومن حججه تشتمه في مكان آخر. المفروض أنت تكون شجاع وتتصل به وتقول له لماذا تقول هذا الحديث، وهو يعطيك المصدر. لكن المشكلة وين؟ المشكلة لأنه يفاجئكم يقول لك افتح الكتاب، تفتح البخاري فتنصدم، فيريكم ما يتكلم به من كتبكم ولذلك تخافون منه. روح ناقش، أنا شو دخلي بالموضوع؟